السلام عليكم شباب، اليوم حشرح لكم طريقة تغيير الاسم بلعبة Dead by Daylight موبايل. وهاي الطريقة إما عن طريق إنشاء حساب فيسبوك أو جوجل بلاي، واني راح استخدم حساب جوجل بلاي. نطبل سوق بلاي ونضغط على إضافة حساب آخر. نضغط إنشاء حساب. ندخل الاسم الأول وبعدها نحط اسم العائلة، بعد تاريخ الميلاد والجنس، بعدين ندخل أي إيميل، وبعدها نحط أي كلمة مرور. وهسه كملنا الحساب الجديد، بعدها نروح للضبط، الحسابات والنسخ الاحتياطي، وبعدها إدارة الحسابات. نفوت على الجميل اللي سويناه قبل شوية، راسل الدوسون زر الهوم، بعدها الطبون للعبة. أنا طابل اللعبة باوع يا ولد، هذا اسمي علي 470. بعدها نروح للأوبشنز وبعدين ننطي لوج أوت. هنا لما نريد نسجل كحساب ضيف، فندوس هنا guest، بعدها confirm. وهسه نروح مرة ثانية للأوبشنز وندوس Select an Account ونختار الحساب اللي سويناه قبل شوية. وهنا يا شباب قبل لا تدخلون أي اسم نروح نطفي الواي فاي. بعد ما طفينا الواي فاي نجي ندخل أي اسم وننطي أوكي، وهسه ننطي لوج اوت نطلع من هذا الحساب. بعدها راح يجيبني مرة ثانية للقائمة الرئيسية، وهسه ارجع اشغل الواي فاي مرة ثانية. بعد ما شغلنا الواي فاي راح يشتغل عندي اللعبة. وهسه نضغط على علامة الجوجل بلاي ونختار مرة ثانية الحساب الجديد اللي سويناه. وبعدها راح يطلب مني انه ادخل الاسم. نرجع مرة ثانية نطفي الواي فاي وندخل اي اسم.
هنا قبل لا تدوسون اوكي نطلع من اللعبة ونطلب لإدارة الحسابات إزالة الحساب. بعد ما نزيل الحساب نرجع نطلب للعبة، نرجع نشغل الواي فاي، ننتظر لحد ما يطببنا. راح يعرض لنا قائمة الحسابات واني اختار حسابي اللي رابط اللعبة عليه واريد اغير اسمي فيها. وهسه راح يعرض لي مرتلخ حق التغيير الاسم، وهنا نحط الاسم اللي يعجبنا. بعدها نضغط اوكي راح يطببنا للحساب، وبعدها راح نلاحظ انه الاسم تغير. بالبداية الاسم كان علي 470 وهسه الاسم علي دوت 4. والسلام عليكم.